كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص فاضل يومين ونودع سنة 23 ونستقبل عام جديد إن شاء الله يكون عام سعيد علينا كلنا. في هذه الأيام تحديدا الكل بيتكلم عن فكرة الحصاد. إيه اللي حصل في 2023؟ إيه أهم الملفات اللي ركزت عليها مصر؟ إيه أهم الإنجازات كمان الفارقة على كل المستويات؟ الحقيقة إنه الأحداث اللي بتحصل في قطاع غزة والدور المصري المهم في دعم القضية الفلسطينية بيكشف حجم الجهود العظيمة للدبلوماسية المصرية، خصوصا أنه مصر استضافت في أكتوبر من 2023 قمة القاهرة للسلام، واللي كشفت للعالم كله حجم الجرائم الإسرائيلية اللي بترتكب ضد المدنيين في غزة، وبناء موقف دولي داعم للقضية الفلسطينية، خصوصا أن هذه القمة شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكمان قادة وممثلي 34 دولة وثلاث منظمات دولية وإقليمية، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأيضا جامعة الدول العربية. صحيح شاذلي حيان، وهذه القمة تحديدا قمة القاهرة للسلام بجانب أنها خلت مصر أو مصر وضعت العالم أمام نفسه، وكمان يمكن مصر الحقيقة قرارها الصارم والرشيد تجاه القضية الفلسطينية أيضا فتحت مسار لاحتواء التصعيد وفتح مسارات إنسانية لدخول المساعدات لقطاع غزة، وبعد كده كمان نجحت الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لهدنة مؤقتة، وهي هدنة الأيام السبعة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. والحقيقة أنه مصر ما زالت مستمرة في جهودها للتوصل لهدنة طويلة أو وقف كامل لإطلاق النار، مع الحرص على تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة وإدخال كل الكميات اللازمة من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة. بكل تأكيد، ولو هنتكلم عن ملف آخر من الملفات اللي حاضرة فيها الدبلوماسية المصرية وبقوة، هو الملف السوداني. القاهرة استضافت في يوليو من عام 2023 قمة دول جوار السودان، ونجحت في توحيد مواقف دول الجوار تجاه أزمة السودان. خلال القمة طبعا اتفق القادة المشاركين فيها على تشكيل آلية على مستوى وزراء الخارجية لوضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال في السودان والتوصل إلى حل شامل للأزمة، وده طبعا من خلال إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق. كل الجهود دي بتعكس المرتكزات اللي بتقوم عليها السياسة الخارجية المصرية، واللي بتتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أيضا الحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها، لأنه ده هو حجر الأساس في تماسك الدول واستقرار القرار الوطني. زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم، 2023 كان عاما مليئا هي بالأحداث الكتير جدا، الأحداث السياسية والصراعات اللي موجودة حوالينا، إن كان كمان الكوارث الطبيعية اللي حصلت في دول كتير جدا زي ما تابعنا على مدار السنة، كان في أحداث كتير جدا جدا، ومصر كان ليها دور كبير جدا الحقيقة في كل ما يحدث حولنا، إن كان صراعات سياسية أو حتى كوارث طبيعية. والنهاردة هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن حصاد الدبلوماسية المصرية، الجهود الكبيرة اللي قامت بيها مصر في 2023. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.